صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم اثنين لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية جاء فيه يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية شركة مساهمة بحرينية برئاسة السيد غسان غالب عبد العال وعضوية كل من أمنة علي العريض هاني حسين رضا عايشة محمد عبد الملك سنديب بوس يوسف محمد النفيعي منال شوقي البيات مروى خالد آل سعد وتكون مدة العضوية في المجلس المذكور ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار